الله معكم. بخصوص الضربات الروسية على أوكرانيا بالأمس، تم استهداف كييف بشكل كثيف. طبعا كان في شغلة لافتة، وهي إنه المسيرات كانت عم تدخل من عدة محاور، ولكن في محور كان غريب، وهي يمكن عم بتفوت من الجنوب ومن الوسط ومن المنطقة هون من الشرق، وترجع تفوت من الوسط وتتجه إلى كييف. أيضا كان في أيضا هجوم بالمسيرات باتجاه تشيرنيهيف وضرب صاروخي على خاركيف. المسيرات الروسية دخلت بوقت واحد على كييف من الشمال ومن الجنوب على المدينة. طبعا الدفاع الجوي الأوكراني على إسقاط أغلبها، الروس بيقولوا استهدفنا، ولكن بعد ما في نتائج واضحة حول الضربات على مدينة كييف. برجع بذكركم خاركيف أكلتها ضربة صاروخية، ولكن أيضا كمان ما توضحت نتائجها. المفاجأة كانت أنه صار هجوم مضاد بالمسيرات. أطلقت القوات الأوكرانية فجأة مسيرات من شمال سومي وشمال تشيرنيهيف باتجاه موسكو. طبعا وزارة الدفاع الروسية أعلنت حاليا أنه أسقطت 8 مسيرات، 3 بأنظمة الحرب الإلكترونية و5 بنظام بانتسير دمرتهم. طبعا حكى البعض أنه استهدفت طائرات المسيرات المدينة، استهدفت مباني، أصيب شخصين، ولكن أيضا كمان بعد ما في نتائج واضحة ومعلومات أكثر عن الموضوع. لذلك اللي عم بيشوف الفيديو لا ينسى يعمل لا ينسى يعمل لايك ويضل متابعني ويشوف كل شيء جديد رح حطه. في حال صار في معلومات جديدة أنا رح أنشرها فورا، وخليكم ناطرين شوي لأن رح نزل فيديو عن الوضع بأوكرانيا بشكل كامل. ولكن حبيت بلش اليوم بهالخبرين اللي صاروا بعد منتصف الليل. ومثل ما قلت لكم هجوم بالمسيرات وهجوم مضاد بالمسيرات، فعلا شيء حيكون مرحلة انتقالية جديدة. قلت لكم النوع اللي هجموا فيه القوات الأوكرانية على موسكو بيمتلكوا منه المئات، وماذا لو صار هجوم أوكراني بألوف المسيرات، خصوصا مدربين المئات من عناصرهم على المسيرات. فشو رح يعملوا الروس ليقدروا يحموا روسيا من هالمسيرات ومن الصواريخ البعيدة المدى وإلى آخره؟ فعلا رح يكون تحدي قدام الروس. خلينا ننتظر ومنشوف بالمرحلة المقبلة شو بيصير. تحياتي لكم، لا تنسوا تضلكم متابعين، رح انشر فيديوهات تانية. إلى اللقاء.